أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين وفي نقاش مثمر ومتنوع عن عرق النسا. وزي ما شفنا مع بعض في التقرير، الأسباب اللي بتؤدي إلى العرق النسا في الرجال وفي النساء، وعرفنا من دكتور محمود إنه موجود عند الرجال والسيدات. ويمكن يا دكتور حضرتك في التقرير في النهاية شفنا التمارين الرياضية اللي احنا بنبتدي نتبعها مع استشاري العلاج الطبيعي عشان نقوي العضلات أسفل الظهر ونقلل الآلام اللي بتظهر مع عرق النسا. عاوزين حضرتك تكلمنا أكتر على التمارين الرياضية. بص، هكلمك الاول مبدئيا عن الاجهزه اللي بنستعملها، لان المريض اول ما بيجي لك ما بننفعش نبدا معاه اكسرسايز او تمارين عامه، عشان حاجه هو بيبقى اوريدي الالتهاب زايد، فما تمام. ينفعش ان انا اعمل لود عليه او حمل عليه وفي عندي التهاب. فبنبدا الاول باجهزه موجات فوق صوتيه، تمام، جهاز تنبيه كهربي، نقلل مع الكمادات الدافيه نبدا نقلل الانفلاميشن او الالتهاب اللي موجود، تمام، بحيث ان حوالي 3 سيشن بحيث ان انت تقدر تنقله لمرحلة التمارين. محطة التمارين، بالإضافة إن احنا بيبقى ماشي معانا برضو الأجهزة الكهربائية أو الموجات فوق الصوتية يعني يعتبر الأجهزة الكهربائية والموجات فوق الصوتية هي المرحلة الأولى في من العلاج. التعامل مع تمام، المريض، وبتستمر لمدة 3 سيشن. بين الجلسة والجلسة يا دكتور بيبقى في وقت قد هو إيه؟ غالبا بتبقى الجلسات يوم بعد يوم، تمام، تمام، يعني ممكن يوم 3 يبقوا في أسبوع واحد. 3 في أسبوع، بيعمل 3 جلسات في أسبوع، وبعد أول أسبوع بنبتدي الأسبوع اللي بعده نفس الـ 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 الأجهزة استخدام الأجهزة، بالظبط، بالإضافة للتمارين يعني احنا الرياضية ما بنوقفش استخدام الأجهزة، بيفضل استخدام الأجهزة لكن مستمر بنزود معانا، عليها التمارين. بالإضافة لأن هي التمارين أصلا، التمارين اللي احنا بنعملها في جزء بيبقى حمل ولود، فبتزود الالتهاب، فأوريدي أنا قللته، بس محتاج حاجة بقى بعد ما أقلل الالتهابات، حاجة تخليها ماشية معايا. التمارين بتزود شوية وفي نفس الوقت الأجهزة تقلل الالتهاب، يعني فيطلع نقدر نقول يا دكتور ان التمارين بيظهر اثارها بعد فتره، فعشان كده احنا بنضطر عشان نعالج الحاله سريعا ان احنا نستخدم الاجهزه. بالظبط، طب تمام. ايه انواع التمارين الرياضيه اللي حضرتك بتخلي المريض يعملها؟ وهل كل المرضى بيعملوا نفس التمارين؟ لا، مش كل المرضى بيعملوا نفس التمارين، انت بيفرق معاك نوع الديسك، نوع الغضروف اللي موجود، لان عندنا 3 انواع من الغضروف. تمام. هل هو ديسك بلج اللي هو بروز في الغضروف، فده بتبقى حاجه بسيطه مايلد، مرحله اولى من الديسك، تمام، او هل هو بروتروجن فضغط الغضروف، طلع من من مكانه مكانه، بدأ يضغط يعمل كومبريشن اكتر العصب. على العصب، وفي تالت حاجه انه بيحصل هرنيشن، ان الغضروف نفسه خلاص بقى. بينفجر، تمام. تمام. فاوريدي انت المريض بيجي لك، فانت عايز تشوف هو انهي ديجري، انهي درجه من الغضروف عشان تمام. تعرف تتعامل معاه. فحضرتك بقى يعتبر كل حالة من دول ليها تمارين مختلفة. كل حاله لها تمارين مختلفه، كل مريض على حسب وزنه، ممكن يجي لك مريض اوفر ويت وزنه كبير. كبير جدا، فصعب ان انت تعمل معاه كل التمارين او الاكسرسايز المطلوبه يعني. طب هل في حالات مثلا ممكن تيجي لحضرتك فتستخدم معاه الأجهزة أكتر من 3 جلسات قبل ما نبتدي التمارين؟ بالظبط، ما هو ده اللي حضرتك بكلمك فيه، ان بيفرق معانا درجه الغضروف قد ايه، تمام. تمام. فبيفرق، انا في مريض ممكن ما استعملش معايا تمارين الا بعد ما اخلص 6 جلسات مش 3، في مريض بكمل معاه 12 جلسه اوريدي لحد ما يبدا الالتهاب يقل، وبعد كده ابدا اعمل معاه اكسرسايز. دكتور لما الناس بتسمع كلمة تمارين رياضية دي بتتخض، بتخاف، يقول لك احنا هنروح بقى وهنشيل حديد وهنقعد نجري ونقعد لا، انا يعني ايه انواع التمارين اللي حضرتك هي تمارين بسيطة جدا جدا جدا، ما بفضلش ان المريض، حتى احنا ما بننصحوش، لانه بيسألك دايما السؤال ده معتاد بالنسبة له، هو انا ممكن اروح جيم؟ لا، ما ينفعش ان انت تشيل اوزان. احنا بنقول من اسباب عرق النسا ان هو بيجي، ان انت ممكن تشيل وزن تقيل فيجي لك عرق النسا. فما بيكونش فيها حمل لا، اوزان. هو تمارين عادية جدا وبسيطة، تمام، ممكن أي حد يعملها في البيت، يعني هو لازم يكون بيعملها عند حضرتك في العيادة؟ بيتعلمها وبيعملها عندي في العيادة، وبيروح في اليوم اللي هو ما فيش عنده جلسة بيعمل التمارين دي تاني يوم، تمام. تمام، يعملها 3 مرات في اليوم، حوالي 10 دقايق ربع ساعة، يعني عندك نص ساعة في اليوم أو ساعة إلا ربع تمارين. تمام. دي حاجة أساسية، لأن هي التمارين هي اللي بتشيل الحمل بعد كده عن الغضروف، لأن أنت شغلك كله أنت ما بتقدرش تعمل تشيل الغضروف او تعالج الغضروف من مكان، يعني مش هتقدر تشيل الغضروف، بس انت تحاول تكون تقوي العضلات. تقوي العضلات عشان تخف الحمل اللي نازل على الغضروف. ايه انواع التمارين دي يا دكتور؟ بص، احنا عندنا تمارين للتقويه العضلات القطنيه، حاجه اسمها بريدجنج اكسرسايز، هو اللي احنا عباره كنا شفناها مع اللي احنا بعض شفناها من بعض في في الفيديو. التقرير، بالظبط كده، تمام. بيبدا ينام المريض على ظهره، يثني رجليه، يحاول يرفع وسطه
وسبورتد او ساند على ايديه الاثنين وبيرفع بالرجل، بيبقى حوالي بيسموه ليه بريدجنج، لان هو بيبقى عامل زي الكوبري، بيرفع الوسط بس من فوق، بيعمل ريبيتيشن تكرار للتمرين ده 12 عده، يبدا يكرر الموضوع ده 3 ل 5 مرات في اليوم. فهو رجله ثابته على المتنيه، متنيه بس ثابته، وبيطلع بايده بقى، بيطلع بايده ويدوس، بيضغط على رجله فالوسط بيترفع. تمام تمام، ده بيقوي المسلز، العضلات اللي ماسكه حوالين الفقرات القطنيه والفقرات العجزيه. طب هل في تمارين تانية المريض بيبتدي يعملها؟ جرادوال بقى، بنبدا تدريجي ان احنا نزود اللود، اما نبتدي ان هو بدا يعمل التمرين ده بصوره سهله، نبدا نزود عليه تمرين تاني وتمرين تالت وتمرين رابع، واكيد الكلام ده كلها بتعتمد على نفس التكنيك او ولا بتختلف بقى، ولا العدد بيزيد الوقت بيزيد البوزيشن، الوضع نفسه بتاع المريض. تمام، يقدر يعمل ايه. تمام تمام، هي دي اللي بتفرق معانا. عشان كده حضرتك لازم يفضل المريض بيتابع معاك عشان نبتدي ننقله من تمارين اوليه مثلا لتمارين اكتر او اقل وهكذا. بالظبط، هو المريض اصلا عامه بيتابع معاك مينيمم اقل حاجه 12 جلسه. تمام؟ تمام، في خلال 12 جلسه بيكون خلاص عارف هو هيعمل ايه وهيتعامل ازاي مع الغضروف، ودايما المريض الغضروف بيتحسن، فبيقعد ممكن سنه سنتين ما عندوش اي مشاكل وبيشتغل عادي، وتلاقيه نفس المريض جاي لك تاني بعدها بسنتين. عاوز يكرر نفس ليه بقى؟ لان هو وقف التمرين. تمام، وانت الشعب، معظم الشعب المصري شويه كسول في موضوع التمرين، واحنا بننصحهم ان التمارين دي حاجه اساسيه في حياتنا، ولازم تحافظ على العضلات بتاعتك عشان تقدر تكمل. يعني دكتور حضرتك بتقول ان التمارين بعد ما المريض يعملها هيبتدي يحس براحه. تمام، المفروض بقى ما يوقفش، يستمر عليها. تمام، طب هل التمارين ديت ننصحها للمشاهدين العاديين اللي ما عندهمش عرق الناس عشان يقوي العضلات؟ فما بالظبط، ده دي التمارين دي حاجه اساسيه في حياتنا، المفروض ان احنا نحافظ عليها، لان معظم ستات البيوت او ربات المنازل دايما واقفين فتره طويله في المطبخ، واقفين في البيت باعمال منزليه، بالاضافه طبعا للسيدات بتشتغل، فمعظمهم قاعدين على كراسي، قاعدين على مكاتب، راكبين عربيات، فالحاجات دي كلها حمل على الغضروف وحمل على الفقرات، فبتزود الاصابه بعرق الناس. فاما اكون انا عندي اكسرسايز، عندي تمارين بعملها بطريقه يوميه فوريه، انا بحافظ على جسمي ان ما يحصليش مشكله. تمام تمام، وبتحافظ على المرونه والليونه بتاعت جسمك، ممكن توطي تجيب حاجه مره واحده، في ناس بتوطي يجي لها غضروف من ضعف العضله، لان مسافه ما بيوطي بيحصل يقول لك الم شديد، الم شديد ومش قادر اقوم. تمام، ودي مشكله كبيره طبعا بتقابل معظم الناس. احنا كانوا عاملين احصائيات 50 او 60% من الشعب المصري عنده مشاكل ده. يعني هل مشاكل الظهر عموما بتبقى مرتبطه بعرق النسا ولا بس هو سبب مشاكل لا هو سبب رئيسي لعرق النسا زي ما احنا اتفقنا، هم سببين. 5% 10% بيجي في البايروفورمز اللي هي العضله المروحيه اللي موجوده في الجلوتيا المصري تحت الاسفل، يعني يعتبر في منطقه الهنش. بالظبط كده. بس نسبه كبيره اللي بيشتكي منها بيشتكي منها من الام الظهر او الغضروف. تمام، احنا معانا اتصال هاتفي يا استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. ايوه دكتور. ايوه اهلا وسهلا. الله يخليك، انا عندي مشكله بالنسبه للعمود الفقري وبالنسبه للعضلات بتاعت الطرفين السفليين. تمام. انا كان عندي سبوندولايسيسس. تمام. كنت بقول لحضرتك، وكنت قبل كده عملت لي سياتيكا برضه، وبعدين خدت علاجات طبيعي وتنمندا وتراكشن وادويه وبتاع، ولكن اللي جد كنت واخد كورتيزون برضك، واحد من الدكاتره بتوع علاج طبيعي عطاني 7 ابل تحت في منطقه اللمبر ريجون كده، ارتحت بتاع حوالي 70% لمده 4 5 7 اشهر، وبعد كده رجع الالم زي ما هو. كنت باخد برضك بجانب الابل كورتيزون، احيانا اخد ديبروفوز كورتيزون ده طويل مفعول. ديبروفوز. باخده للالم ظهري او للجيوب انفيه او لازمه ربو عندي، فبرتاح. ففوجئت من 4 5 اشهر ان العضلات بتاعت الطرفين السفليين دول ضعفوا خالص وضمروا خالص، ضمروا ضمروا بصوره فظيعه. فعملت رسمه تخطيط عصب وتخطيط عضلات، طلع عندي سنسوري موتور بولي نيوروباثي. ده الدايجنوزس. في يا دكتور محمد اسئله تاني حابب اسالها. بس هساله هو كانت، وايه السبب الرئيسي في الضمور العضلات؟ هل الكورتيزون؟ وبعدين عملت وكمان طلع بقى يعني عندي كل الاعصاب، الدكتور نفسه زعل قال لي عندك كل الاعصاب ملتهبه بصوره كثيره، انا كنت شاكك ان عندك سكر، والحمد لله ما طلعتش دايبيتك ولا حاجه. حضرتك بالنسبه للعضلات بيقول في سكر؟ يعني
لا ما طلعش عنده سكر. استاذ محمود خليك معانا، خليك معانا لو سمحت دكتور، في سؤال للدكتور عاوز يساله لك. هو حضرتك فيه سكر او ما فيش سكر؟ لا ما عنديش سكر الحمد لله. طيب السؤال الثاني في الكلام اللي حضرتك قلته، سني 72 سنه تمام بس كنت رياضي يعني. طيب السؤال الثاني بس حضرتك، انت حضرتك قلت ان دكتور العلاج الطبيعي اللي كان شغال معاك اداك 7 حقن كورتيزون. ده الكلام ده من حوالي 8 اشهر كده. طيب ارتحت الدكتور علاج طبيعي راجل كبير تمام. وارتحت بتاع 4 5 7 اشهر ورجع بقى الايه الالم يجي جراديولي بالتدريج كده، وفجاه بصيت لقيت لو مؤاخذه البنطلون واسع خالص، ببص في عضلات الساي والسوليوس باسل مفيش تمام. مفيش عضلاتي ضمرت وحصل الجلد بقى شرانك نفسه، والرسم العضلات والاعصاب طلعت الاعصاب كلها ملتهبه. تمام هو واضح انه شخص رياضي وعارف اسماء العضلات. انا ملاحظ الجلوتيال ماسل تمام. بص هي مشكله الاستاذ محمود في حاجه، ان هو مبدئيا بدا بالكورتيزون تمام. الكورتيزون ما بنفضلش انه يتاخد منه اكتر من 3 حقن ماكسيمم بالكتير تمام، لان مشكله الكورتيزون كتر استعماله من غير ارشادات طبيب، مش اخصائي علاج طبيعي، هو الطبيب الاستشاري بتاعه المفروض هو اللي كاتب له الحاجات دي تمام. كتر استعمالها بتعمل هشاشه في العظام تمام، بتحول العظم بعد فتره لصوره من الصوره الرمليه تمام. فما بفضلش استخدامه لفتره طويله تمام، وبالذات اللوكال انجكشن تمام. انا سعيد جدا يا دكتور محمود ان حضرتك وضحت النقطه دي، لان فعلا في التباس كتير عند الناس فيها بالزبط. ما بين الاخصائي واستشاري العلاج الطبيعي وما بين دور الطبيب اللي بيعالج وبيدي العلاج تمام. ممكن حضرتك نبهت جدا ان دور حضرتك هو المتابعه لما يتحول حضرتك الحاله بالظبط. من الطبيب ده كلامي، انا بيجي لي الحاله، دي نقطه مهمه جدا، بيجي لي الحاله طبيعي متشخصه تمام. انا مش من حقي ان انا اكتب علاج لمريض، اودي علاج لمريض، انا اعتمادي كله على الاجهزه الكهربائيه او الموجات الصوتيه او تمام. الليزر او كده، بالاضافه للتمارين ده تمام. دوري، ما ينفعش ان انا اخش في دور حد تاني لان ده مش دوره. ثالثا الاستاذ محمود دخل لمرحله انه بدا ان العصب يضغط عليه اكتر والفقرات تطلع اكتر والغضروف يزيد، بدليل انه ما بقاش يبقى فيه توصيل. دي اخر مرحله في مشكله الفقرات اللي ادت بقى لدمور العضلات. اللي ادت لدمور العضلات معناها انه ما فيش توصيل للعضله، ما هو العصب ده فكرته انه بيوصل الغذاء للعضله عشان العضله تقدر تقوم بدورها تمام الطبيعي في ان هو يتحرك. وده احنا ما بنفضلش عامه في شغلنا الجراحه ان احنا نلجا الجراحه، بس الكلام اللي هو قاله ده بدايه اول خطوه هو نبتدي نقلق ولازم نروح بقى نشوف استشاري او جراحه عمود فقري تمام. بس انا سعيد جدا حضرتك وضحت النقطه. طبعا يعني هي مشكله شويه ان مفيش حد بيعمل كل حاجه بالظبط تمام، كل واحد له تخصصه وبيفهم في تخصصه كويس، وازاي يقدر لازم يبقى عارف هو ازاي يقدر يساعد المريض بتاعه في نطاق شغله من غير ما يضره. الله ينور على حضرتك، يعني دي نقطه جميله انا سعيد ان احنا تطرقنا ليها وناقشناها بالتفصيل، ان احنا نبتدي نبقى عارفين كل طبيب ودوره. دي الايزكس، دي الايزكس اللي انت بتتعلمها، ازاي تحترم مهنتك وازاي تحترم المريض اللي قدامك وازاي تعامله بامانه بالظبط. دكتور حضرتك في البدايه كنت بتتكلم على عرق الناس، قلت من الحاجات اللي بتسببها ضعف العضلات ووهن العضله اللي في الاخر وعدم ممارسه الرياضه. حضرتك برضو كلمتني على السمنه تمام، ان هي ليها دور كبير جدا في الاصابه بعرق النساء والام اسفل الظهر. بس بالزبط. انا بقى مش عاوز اتطرق للسمنه بصوره بسيطه وازاي بس نقللها وخلاص، انا عاوز ندخل، لان زي ما حضرتك كنت بتوضح لي قبل الهوا انها ليها دور كبير قوي تمام في مشكله عرق النساء. فعاوزين حضرتك في البدايه تعرف لنا امتى بنقول ان المريض مصاب بالسمنه. بص هو حضرتك بيجي لك المريض تمام، بيشتكي من عرق النساء، بيشتكي من الغضروف، اول كلمه بتتقال له انت لازم تخس. 50% من علاجك ان انت تخس. ليه؟ انت كل كيلو واحد بتنزله من وزنك بتخف 5 كيلو 200 جرام على العمود الفقري. وزن كبير جدا. يعني انت متخيل ان انت تنزلك 5 كيلو انت خفيت 25 كيلو على العمود الفقري. تمام؟ تمام. فنسبة كبيرة او جزء كبير من علاجك 50% تمام لوحده ان انت تخس. تمام؟ تمام. باقي العلاج مرتبط بالتمارين ومرتبط بك. تمام. فحضرتك بيبقى اهتمامك الاولاني ان انت إن تعرف المريض طريق العلاج. بالظبط. بيجي لي المريض طبعا عنده بطن تمام، من القعده الكتير، من القعده في العربيه، دي اكتر حاجه بتضعف العضلات، فعضلات البطن بتضعف
وبالتالي مفيش بالانس، مفيش توازن ما بين عضلات البطن وعضلات الظهر، فتبدا البطن تعمل ضغط على العمود الفقري وبتحركه تمام، فيحصل الضغط على العصب وبالتالي يسمع في الرجل. فحضرتك لما بيجي لك بقى المريض وخلاص عرفنا ان هو بيشتكي من عرق النسا وانه كمان بيعاني من زياده الوزن، او نقدر نقول انه مصاب بالسمنه، ودي فئه كبيره جدا من المصريين للاسف، بتحاول تتعامل معاه ازاي؟ هو مبدئيا هو ما بيقدرش يمارس اي رياضه عنيفه، مش هطلب منه ان هو يجري، مش هطلب منه ان هو، بس مبدئيا على الاقل كل يوم لازم يمشي من ربع لثلث ساعه. تمام تمام، ممكن يوصل لنص ساعه، لان هو مشكلته في الاول ان بيقول لك انا ما بقدرش امشي فترات طويله. ليه؟ لان العصب مش موصل غذاء للعضله، فالعضله ما بتقدرش تاخد الاكسجينيشن، الاكسجين اللي وصل لها ما بيشغلهاش، العصب بيشغلهاش. مش بيشغلها، فما بيجيلهاش دم كتير، فيبدا يتكون فضلات العضلات على العضلات، فيبدا يحس بعد المشي ان عضلاته كلها فيها تعب. تمام، فعلا الناس اللي هتمارس رياضه في النهايه بتوصل للمرحله دي. بيختلف بقى شخص من شخص على حسب درجه الغضروف اللي احنا اتكلمنا عليه في الفتره الاولانيه. اه، ثلاث مراحل للغضروف. فاحنا بنطلب منه على الاقل مبدئيا لازم تمشي على نظام غذائي متزن، لان هو برده خلي بالك اللي وصله للمرحله دي انه كان بياكل كميات كبيره. بالظبط. فاحنا ما ينفعش تيجي مره واحده تحرمه، وزي ما احنا بنشوف النظام الكيميائي والكلام ده ما ينفعش مع الحالات دي. تمام. ولازم تمشيه على نظام تنظيم للاكل، مش هقول لك نظام غذائي. طب الانظمه الغذائيه حضرتك بتناقشها مع المريض وبتبتدي تعرف الوزن اللي هو جاي لحضرتك بيه؟ بالظبط. مثلا بتقيس وزنه وطوله وبعدين تحدد هو محتاج يوصل لقد ايه عشان يقل، ولا بس يا دوبك بتخفف شويه من الوزن فالالم يخف بعد كده المريض يكمل؟ لا، احنا بنخفف من الوزن، وده لازم يكون روتين حياه مبدئيا عشان تعرف تخس. تبدا تخس على الاقل لازم تحافظ على نسبه الرجيم اللي انت بتعمله او نظام الدايت اللي انت ماشي عليه مبدئيا ما يقلش عن 6 شهور. تمام. ليه؟ لان المعده نفسها عامه بتاخد على كميه اكل معينه، هي عامله زي البالونه، كل ما بتديها اكل بتتنفخ اكتر. بالظبط. قللت انت الاكل يوم اتنين شهر، المعده عشان تاخد على حجم او كميه الاكل اللي انت بتاخدها لازم على الاقل تستمر على الدايت ده 6 شهور. تمام، عشان يبقى في الاخر اتنقل لعاده يقدر يتعود عليها. بالظبط. وتبقى حاجه بالنسبه له دي حاجه اساسيه، مش حاجه لمجرد ان هي علاجيه فانا همشي عليها شهر شهرين لما ارتاح وارجع تاني، ما هياكل هيزيد اكتر من الاول. تمام. فجي لحضرتك وحددنا وزنه، حددنا هينزل قد ايه، واتفقنا معاه بقى ان هو هيستمر معانا 6 شهور على التمارين الرياضيه. تمام. وعلى نظام غذائي. هل الانظمه الغذائيه واحده لكل الناس، ولا بتبتدي تحدد لكل واحد نظام غذائي معين؟ بيختلف طبعا النظام الغذائي من شخص لشخص. على اساس الميديكال هيستوري، الهيستوري التاريخ المرضي بتاعه. تمام. بيجي لك مريض طبعا عنده سكر، مش هينفع تكتب له نظام غذائي زي واحد ما عنده سكر. بالظبط. بيجي لك حد اوريدي مجهوده قليل، مش هينفع تكتب له واحد زي بيتحرك كتير. تمام تمام. فبيختلف النظام الغذائي من شخص لشخص. عشان كده احنا بنطلب دايما من الناس ان انت لازم تكون بتتابع مع دكتور، لان مش اي حد هيديك نظام غذائي هتاخده تديه لواحد صاحبك او تديه لحد ينفع يكون مناسب للشخص. فعلا بنسمعها كتير، بنسمعها كتير. آه. يعني دي حاجه ممكن بتقابلها كتير انت حضرتك في تسمعها كتير هنا. بالظبط. مصر ده انا مشي معايا، ده انا خسيت على الرجيم ده، ده حلو جدا، انت لازم تمشي عليه. بالظبط. آه. كده. او علاج، يلاقي حد كاتب له علاج فيقول له اه ده الدكتور كان كاتب لي علاج كذا للتخسيس، خده ده هيمشي معاك. هو ممكن تلاقي المريض اصلا بيشتكي من ضغط وبيشتكي من حاجات، الحاجه دي بترفع الضغط او بتزود الضغط. فهو يعني لازم الناس يبقى عندها وعي ان مش الحاجه اللي ريحتك هتريح غيرك. بالظبط كده. بالظبط. طب بعد ما دكتور بدانا نعمل نظام العلاج الطبيعي والتمارين الرياضيه ودخلناه في نظام غذائي عشان نحارب السمنه، هل حضرتك بتكتفي بس بالنظام الغذائي والتمارين الرياضيه في علاج السمنه، ولا في طرق تانية بتبتدي تستخدمها؟ خطوه مبدئيه ان احنا بنبتدي بنظام الدايت. تمام. بعد كده في اجهزه بقى بنستعملها زي الكولد ليزر. ده الليزر البارد نبدا نفتت بيه الدهون. طبعا. في جهاز اللي هو الكافيتيشن نبدا نشفط الدهون اللي موجوده في البطن. تمام. تمام. كل الحاجات دي طبعا بدون جراحه، مش بتاعتنا موضوع الجراحه. تمام. في جهاز بعد ما بنقلل نسبه الدهون. تمام. بنبدا نشتغل جهاز لتقويه عضلات البطن عشان العضله كل ما بتقوى بتنطر او بتطلع الدهون اللي عليها. تمام تمام. احنا معانا اتصال هاتفي. استاذه ساره، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا، اتفضلي يا استاذه ساره. ايه بس كان عندي سؤال. كنت انا جيت في فتره كده كان ظهري من تحت كده، الاول كان جنبي الشمال وجعني فتره، فرحت لدكتور عظام. هو قال لي ان انا عندي التهابات وكده، وركز على
فانا عارف مش قادر يحدد هو ايه المشكله. تمام. او تكون نسبه خشونه ما بين الفقرات وفي الركبه مبكره. تمام. بتكون بس هي وزنها مزياده بس ممكن كانت بتمارس رياضه وعضلاتها ضعيفه فالحمل كله نازل على العضل. فعمل لها التهابات. كل ما بتبذل مجهود تحس بالالم. بس مبدئيا ان احنا بننصحها ان هي تعمل تحاليل وتعمل اشعه. تمام. على الظهر وعلى الركبه. تمام. يعني يا دكتور احنا ساعات في حالات بنقول لها ان احنا مش محتاجين نمارس تمارين رياضيه وفي حالات بننصحها ان هي لازم تمارس تمارين رياضيه. وفي ناس بننصحها ان هي تريح وتجينا بعد اسبوع. نايم على ظهره على مكان يكون خشب او مكان ناشف مش مراتب سفنج او الكلام ده. لازم ينام على مكان مسطح. نام على ظهره ما بيتحركش وبياخد حاجه مضاده للالتهابات وما بيتحركش لمده يوم يومين ثلاثه. تمام. ماكسيمم اسبوع. تمام. ويجي لنا بعدها. دكتور محمود كتير من المصريين بيبقى نفسهم في خلاصه، يعني تقول لنا بقى الروشته اللي حضرتك بتنصح بيها المصريين والمشاهدين. تمام. عشان يقللوا من الاصابه بعرق النسا وكمان عشان يقللوا من اصابتهم بالسمنه ويبتدوا يخسوا وينزلوا. تمام. في الوزن. مبدئيا هنتكلم لانه يعني احنا هنقلب الموضوع بقى نتكلم عن السمنه اللي هيقلل مشكله عرق النسا. تمام. يعني هو ممكن يكون سبب رئيسي. هو مبدئيا هنقلل موضوع الاكل بالليل لان الكبد عامه ما بيحرقش دهون الا في نور ربنا. فبعد ليه بيقول لك ما تاكلش بعد الساعه 7 8؟ لان الكبد بيحول كل الاكل اللي بيتاخد لصوره دهون وما بيحرقهاش. تمام. لانه ما بيشتغلش. فبيفضل ان الاكل يكون مبدئيا تفطر كويس وتتغدى وبالليل ممكن تاخد زبادي او تفاحيه. تمام. دي حاجه تقلل لها شويه موضوع السمنه ونمشي جرادوال. مش هنقطع الاكل مره واحده ومش هنقلل النشويات كلها مره واحده لان خلي بالك في ناس برضو عندها فهم خاطئ انا همنع المكرونه والرز والحاجات دي هتقلل لي. لا هو الموضوع مش كده لان النشويات دي احسن من البروتين في حرقها. تمام. لو واحد بيمارس رياضه دايما بديله دايت نشويات. بقول له كل رز ابيض طبعا ليه؟ النشويات دي هتديله طاقه وسريعه الحرق. فبيبقى الدايت النشويات ده مناسب للشخص اللي بيمارس رياضه. تمام. تمام. الحاجات الخضروات الحاجات دي اساسيه عشان الحديد اللي في الجسم عشان لو حد بيشتكي من انيميا. طبعا بالظبط لان بيجي لك مريض ممكن يكون تخين وعنده انيميا ما لهاش علاقه انيميا بوزنه. بالظبط. عشان في ناس بتربط الموضوع ده يقول لك ازاي انا عندي انيميا وانا تخين كده. تمام. فالموضوع ده طبعا مختلف بيختلف تماما في الشخص نفسه ازاي انت بتسمع منه. تمام. تاريخه المرضي وعلى اساسه بتقدر تكتب له نظام الدايت. والتمارين الرياضيه تنصح الناس ان هم يمارسوا تمارين رياضيه في البيت ولا ينزلوا ويتمشوا؟ ايه التمارين يعني مبدئيا على الاقل لازم يكون عندها زي ما اتفقنا من ربع ساعه لنص ساعه. تمام. او ثلث ساعه مشي. الجسم ما بيحرقش غير اول 10 دقائق غير سكر جلوكوز من الجسم. بيبدا يحرق فاتس بعد 25 دقيقه من المشي. يعني الدهون ما بتبداش تتحرق. الجسم ما بيقدرش يحرق دهون غير بعد 25 دقيقه. تمام. نسبه او كتله الدهون الكبيره اللي موجوده دي احنا بنستعمل الاجهزه دي عشان نكسرها نحولها. تمام. لصوره ابسط بس. تمام. طبعا كل ما بتحول لصوره ابسط بيبقى حرقها اسرع. تمام. تمام. بس جميل. يعني حضرتك في النهايه نقدر نقول للمشاهدين ان احنا محتاجين نقلل الوزن. بالظبط. ننظم الاكل بتاعنا ونحاول كمان نمارس رياضه. نمارس بصوره مستمره ومش مطلوب منك ان انت تعمل رياضه لوقت طويل. قلل بس اعمل فتره طويله. حافظ هي دي النقطة لأن مشكلتنا إن إحنا بنسمع أعمل رياضة هروح أسبوع 10 أيام أسبوعين هحافظ عليهم وبصورة صعبة وأجريسيف شوية بالنسبة لهم بيجي على نفسه وبيجي بعد كده يبطل. فما عملش حاجة. لا أنا عندي تمشي 10 دقايق ربع ساعة نص ساعة كل يوم بس تحافظ عليها لمدة طول عمرك. تمام. دكتور محمود الشامي ماجستير علاج الطبيعي بجامعة القاهرة. بنشكر حضرتك كتير استفدنا كتير النهاردة في الحلقة. أعزائي المشاهدين يا رب نكون استفدنا النهاردة وعرفنا معلومات جديدة وحلقات جديدة إن شاء الله نضيف في المعلومات ديت عشان نحافظ على صحتنا. بتمنى ليكم صحة سليمة ومستمرة والسعادة. بشكركم على المتابعة. إلى اللقاء في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.